صباح الخير مشاهدينا، اليوم فقرتنا نتحدث عن ما هي أكثر صفة تكرهها بالناس. خلونا نشوف. كرهية بالآخرين. النفاق. النفاق بصورة عامة، وشخصية أنت اللي حواليك. يعني هو الكذب والنفاق أكثر شيء، لأن يعني الإنسان من يجي قدامك خاصة المقربين، من نشوفه بحقيقته وبعدين تكتشف غير شيء. يعني. أشخاص بحياتك منافقين عليك أو مكذبين عليك؟ هواية. شنو تنصحيهم؟ التجاهل، يعني بالنسبة لي أتجاهل هذول الأشخاص. النصيحة اللي تقولوا لهم إياها. النصيحة أنه يعني يحاولون شوية يراجعون نفسهم، يعني بعدين يندمون، يعني الكذب حبل قصير. والله أنا هواي يعني أكثر واحد يعني بالآخرين الوجهين أكيد تيمن. أكو عالم متعاملين وياك بوجهين؟ هواي. شنو الأكثر صفة تكرهها بالآخرين؟ الفضول. عندك أصدقاء أشخاص فضوليين؟ أي هواي. شو تحب تنصحهم؟ شو تقول لهم؟ يعني ما يتدخل وبأمور ما تعني، يعني الصداقة إلها يعني ظروفها وشغلاتها، فعلى حد الصداقة. أكثر صفة تكرهها بالناس؟ نفاق. نفاق. شو تحب تنصح؟ صحيح من بطلون النفاق ما تفيدهم هاي الشغله. زين اكو ناس بحياتك منافقين؟ هواي. اي والله. انت مستمر وياهم وهم منافقين؟ اكو مصالح. شنو اكثر صفه ما تحبها بالاخرين؟ والله كذب. اكو احد تعرفه يكذب؟ والله عند اصدقاء نصحهم انه ما يكذبون بعد. شنو اكثر صفه تكرهها بالاخرين؟ يعني الكذب. لازم الشخص المغابيلك يزور. يعني من صدق ماكو مقابلك انت تحس بالامان ناحيته، يعني شكو شيء يعني عندك مثل مشاكلك شيء هذا تقدر يعني تفسر عليه، هواي شغلات شيء يعني بداخلك كله تقدر تحكي لي. عندك اشخاص بحياتك كذابين؟ اكو. اي ايش تنصحهم؟ يعرفون الكذب. يعني انت مستمر وياهم؟ لا انا الحمد لله الله فضل الله سبحانه وتعالى صادق مع العالم يعني اجمع. يعني زين انت مكذب بحياتك؟ ايش طبيعي متندم لو لا ايش طبيعي. الله سبحانه وتعالى يعني يغفر كل الذنوب